أزمة أمن قومي تواجهها الولايات المتحدة بحسب تقرير للكونغرس الأمريكي حذر فيه من أن الولايات المتحدة تواجه أزمة عسكرية وقد تخسر حربا ضد الصين أو روسيا. وقالت اللجنة البرلمانية حول استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها إن التفوق العسكري للولايات المتحدة وهو العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي قد تآكل إلى مستوى خطير. وأضافت أن الجيش الأمريكي قد يتكبد عددا غير مقبول من الضحايا في حربه المقبلة. وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة الأمريكية قد تواجه صعوبة لتحقيق النصر أو قد تخسر في حرب ضد الصين أو روسيا. اللجنة المؤلفة من 12 شخصا من كبار المسؤولين السابقين الديمقراطيين والجمهوريين المكلفين بمراجعة القدرات العسكرية الأمريكية حذرت في تقريرها من أن الولايات المتحدة ستعاني من صعوبات جمة إذا ما كانت قواتها مضطرة للقتال في وقت واحد على جبهتين أو أكثر. ولفت التقرير إلى أن القرارات والاختلالات السياسية من جانب الحزبين السياسيين الرئيسيين أدت إلى أزمة أمن قومي. وعلى الرغم من أن ميزانية البنتاغون لهذا العام تجاوزت 700 مليار دولار أي أكثر مما رصدته الصين وروسيا مجتمعتين لميزانيتهما الدفاعية، فإن معدي التقرير اعتبروا أن هذا المبلغ لا يزال غير كاف لتحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الدفاع الوطني التي أقرتها إدارة ترامب. وقدم التقرير سلسلة من التوصيات بينها زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 5% في ميزانية الدفاع.